قبل ما نقرأ الكلمة مع بعضينا وإحنا بنستمع لكلمة ربنا، الحياة عبارة عن مواسم، وزي ما قال الحكيم إنه دور يمضي ودور يجيء. ففي موسم في حياتي بيمضي، لكن كمان في موسم جديد بيبدأ في حياتنا. كل واحد فينا لما بيفكر في مواسم حياته المختلفة اللي مر فيها، هيلاقي إن كل موسم من مواسم حياته كان فيها تحديات، لكن كمان مواسم حياتنا كان فيها امتيازات وأمور إيجابية. الفكرة دي بنشوفها في سفر يشوع، وبالتحديد في يشوع 23. يشوع 23 كان يشوع في الإصحاح ده بيعد الشعب لنهاية موسم. هو كيشوع كان شخصية محورية في الموسم ده، لكن مش بس بيعد الشعب لنهاية موسم، كمان بيهيئ الشعب لبداية موسم جديد في حياتهم. تعالوا نقرأ مع بعض الكتاب المقدس وحده، تعالوا نقف مع بعضينا، هنقرأ من سفر يشوع إصحاح 23 ومن عدد 1 لعدد 11. تقول الكلمة المقدسة: وكان غبة أيام كثيرة. غبة معناها يعني بعد وقت من الزمن. وكان غبة أيام كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من أعدائهم حواليهم، أن يشوع شيخ تقدم في الأيام، في سيزون هنا بينتهي. فدعا يشوع جميع إسرائيل وشيوخه ورؤساءه وقضاضه وعرفاءه وقال لهم: أنا قد شخت تقدمت في الأيام، وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. انظروا، قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أسباطكم، من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم، فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم. فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى، حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها، ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة وقوية، وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. فاحتفظوا جدا لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم. يبارك لنا الله هذه الكلمات، تفضلوا. لما نفكر في حياة يشوع، هنلاقي أنه يشوع لما اتولد، اتولد في أرض مصر، وأرض مصر بالنسبة ليشوع هي أرض العبودية. فبالتالي لما نحب نعرف أرض الميلاد بالنسبة ليشوع، فأرض الميلاد بالنسبة ليشوع هي أرض عبودية، المكان اللي اتولد فيه. لكن في المقابل، يشوع لما ختم حياته ومات، ختم حياته ومات في أرض الموعد. وأرض الموعد اللي هي أرض الممات بالنسبة ليشوع هي أرض الحرية. بالتالي ملخص حياة يشوع: ولد في أرض العبودية في أرض مصر، عاش ومات في أرض الحرية في أرض كنعان. الحقيقة الملخص ده هو ملخص حياة كل واحد من حضراتكم، ملخص حياتنا جميعنا. لما بنولد بالجسد، نولد في أرض العبودية، وده اللي بيقوله سفر المزامير في مزمور 51: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فجميعنا لما بنولد، نولد بالجسد في أرض العبودية، لكن عندما نحيا في المسيح وعندما نموت في المسيح، فنحن نموت في أرض الحرية كما مات يشوع في أرض الحرية. ليه؟ لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح
يسوع. لما نقعد نفكر في حياة يسوع هنلاقي ما بين أرض العبودية اللي اتولد فيها وما بين أرض الحرية اللي عاش فيها، ما بين الأرضين دولة أو الأرض الحرية اللي مات فيها، ما بين الأرضين دولة هنشوف رحلة طويلة وكبيرة من الاختبارات الحية اللي بتمجد شخص الله. ما بين أرض العبودية وأرض الحرية رحلة طويلة من خبرات واختبارات في العلاقة مع شخص يسوع المسيح. وكأنه ينطبق على يسوع كلمات الرسول بولس: قد جاهد يسوع الجهاد الحسن، أكمل السعي، حفظ الإيمان. أخيراً في أرض الموعد، في أرض الحرية، في الأرض اللي مات فيها وضع له إكليل البر. لما نركز كمان في سفر يشوع هنلاقي إن إصحاح 23 و 24 الإصحاحين دول بيقدموا لينا خلاصة 110 سنة تقريباً عاشهم يشوع على الأرض. وال 110 سنة دول بيختمهم يشوع في إصحاح 23 و 24 بيقدم خطابين وداعيين، وكأنه بيكتب الوصية الوداعية بتاعته أو بيقول خطاب الوداع بتاعه. عشان كده النهاردة هنقف قدام أول خطاب وداعي قدمه يشوع للشعب في إصحاح 23، وحابب أحط عنوان لإصحاح 23 عشان نفتكره لما نروح، وهو وداع من قلب محب. وداع من قلب محب. والوداع بتاع يشوع أو الوداع اللي ودعه يشوع لشعب إسرائيل في إصحاح 23 بيحتوي على فكرتين أو بيحتوي على أمرين اللي هنقف قدامهم النهاردة. الفكرة الأولى الماضي وإنجازاته. يشوع بيذكر شعب إسرائيل بالماضي وإنجازاته والانتصارات اللي حصلت فيه. لكن الأمر الثاني اللي بنشوفه في هذا الخطاب الوداعي الحاضر والتزاماته. فأنا عندي ماضي يحتوي على إنجازات، لكن لا نعيش على إنجازات الماضي فقط، لكن عندنا حاضر مليء بالالتزامات. تعالوا نقف قدام كل فكرة في دقائق سريعة. الفكرة الأولى الماضي وإنجازاته. الفكرة دي بنشوفها في الأعداد من 1-5. الأعداد من 1-5 بتوصف لنا يشوع وهو في مرحلة متقدمة من العمر، زي ما قلت من شوية وصل لمية وعشرة سنة. الحقيقة لما نركز في حياة يشوع هنلاقي إن العمر بالنسبة ليشوع ما هو إلا مجرد رقم. 110 بالنسبة ليشوع لا تحمل سوى أنها رقم. والدليل إنه 110 سنة لم تؤثر على حماسة يشوع. 110 سنة ما أثرتش على إيمان يشوع ولا تطلعات يشوع. يشوع يقول للشعب إنه في لغاية آخر لحظة في حياة يشوع بيقسم الأرض اللي امتلكها شعب إسرائيل على الأسباط. مش بس كده، ده يشوع كمان بيقسم لهم الأرض اللي لسه هيمتلكوها. حد يقول له يا راجل أنت عندك نفس 110 سنة كفاية. يشوع يقول لهم كده: انظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين. يشوع مش بيقسم لهم الأرض اللي امتلكوها بس، ده يشوع كمان بيقسم لهم الأرض اللي لسه هيمتلكوها. شيء مذهل إن شخص عنده 110 سنة وبهذا الحماس وبهذا التطلع، وكأنه قد يشيخ الجسد، قد يشيب الشعر، لكن يبقى الإيمان إيمان لا يشيب ولا يشيخ. 110 سنة ما أثرتش على إيمان يشوع. ليه؟ لأن يشوع امتلك من نوعية من الإيمان اسمها إيمان لا يشيب، إيمان لا يشيخ أبدا. هذا هو إيمان الشباب، فيجدد مثل النسر شبابك. الحقيقة لما أقعد أفكر في 110 سنة بتاعت يشوع أستغرب جدا. ليه؟ الواحد مننا لما رجله كده تتحط في سن 60 تلاقي لهجة حياته بدأت تتغير، فتقول له بتحلم بإيه لنفسك؟ يقول لك احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا،
طب بتحلم بإيه لخدمتك؟ بتحلم بإيه للناس اللي حواليك؟ بتحلم بإيه لبيتك؟ بتحلم بإيه لعلاقاتك؟ تبتدي لهجة كلامنا تتغير. هناخد زماننا وزمن غيرنا. البركة في الشباب، العمر جيري ولا لمحته؟ لا، الحقيقة عندما نمتلك من الإيمان قد نشيخ في الجسد وقد نشيب في الرأس وفي الشعر، لكن يبقى إيمانك إيمان الشباب، إيمان لا يشيب ولا يشيخ. مش كده، شجع كل واحد من حضراتك وشجع نفسي معاكم، نسيب الإيمان يمتلكنا. فعندما نمتلك من الإيمان يمكن نشيخ في الجسد ونشيب في الرأس، لكن تمتلك قلب يشوع 110 سنة، وبالرغم من 110 سنة يمتلك حماس وتطلع يقسم الأرض اللي امتلكوها ويقسم لهم الأرض اللي لسه هيمتلكوها. يشوع نجح إنه هو يرصد إنجازات الماضي في شكل الانتصارات اللي يهوى قاد فيها شعب إسرائيل. مش بس كده، لكن الإيمان الذي لا يشيب يجعل يشوع مش بس يتكلم على الانتصارات اللي فيها يهوى قاد شعب إسرائيل، لكن الانتصارات اللي لسه يهوى هيقود فيها شعب إسرائيل في المستقبل. وكأنه يشوع ينظر للماضي من زاوية الانتصارات اللي صنعها يهوى في حياة الشعب. يقول لهم كده في عدد 3: وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو إيه؟ المحارب عنكم. وهنا بنشوف إن يشوع بيأكد لشعب إسرائيل إن انتصارات الماضي، إنجازات الماضي مش مرتبطة بمدى إمكانياتهم، ولا مرتبطة بمدى قدرتهم، ولا مرتبطة بمدى استحقاقهم إطلاقاً. مرات كتيرة بنتخيل إنه أي إنجاز في الماضي أنا عملته ده مرتبط إن أنا كنت شاطر وكنت ذكي وكنت أستحق. لا، إنجازات الماضي، انتصارات الماضي مش مبنية على استحقاق ولا إمكانيات ولا قدرات. لكن يشوع يقول لشعب إسرائيل إن انتصارات الماضي في حياتكم كانت مبنية على 3 حاجات. الحاجة الأولانية، انتصارات الماضي في حياة شعب إسرائيل كانت مرتبطة بعلاقة العهد، بالعلاقة العهدية ما بين يهوى وشعب إسرائيل. الفكرة دي بنشوفها في استخدام يشوع لعبارة الرب إلهكم. العبارة دي استخدمها يشوع في إصحاح 23 12 مرة. لما نروح البيت كده اقرأ إصحاح 23 كله وعد كم مرة استخدم عبارة الرب إلهكم بتاعكم. هقول لكم نماذج سريعة. في عدد 3 يقولون كده: وأنتم قد رأيتم كل ما عمل مين؟ الرب إلهكم. في عدد 5: والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم. الرب إلهكم. في عدد 8: ولكن الصقوا بمين؟ بالرب إلهكم. عدد 11: فاحتفظوا جداً لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم. وكأنه صيغة الملكية في عبارة الرب إلهكم بتعبر عن العلاقة العهدية اللي كانت بتربط شعب إسرائيل بيهوى. هنا بنشوف إن كلمة السر في أي إنجاز، كلمة السر في أي انتصار في حياتي وحياتك كانت هذه العلاقة العهدية اللي بيني وبين شخص يسوع المسيح. مش بس كده، ده كمان يشوع بيقول لهم إن هذه العلاقة العهدية اللي كانت ما بين يهوى وشعب إسرائيل هي اللي شكلت هوية الشعب، هي اللي إدت للشعب هوية، هي اللي إدت للشعب هدف، هي اللي إدت للشعب رسالة ومعنى هو عايش من أجلها. عشان كده اللي بيشكل هويتنا كمسيحيين مش علامة نرسمها على إيدي. اللي بيشكل هويتي كمسيحي مش بطاقة ولا باسبور، لكن اللي بيشكل هويتي كمسيحي هو علاقة العهد اللي بتربطني أنا
بالعهد نفسه شخص الرب يسوع المسيح. وده اللي حصل في الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى في سفر الأعمال إصحاح 11 وعدد 26 يتكلم ويقول كده: فحدث أنهما، يتكلم عن بولس وبرنابا، اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ إيه؟ مسيحيين. هويتهم كمسيحيين اتشكلت إزاي؟ هوية التلاميذ كمسيحيين اتشكلت هوية التلاميذ كمسيحيين بارتباطهم بشخص يسوع المسيح. عشان كده الحاجة مهمة مرتبط بعلاقة العهد اللي بيني وبين شخص يسوع. إنجاز الماضي مرتبط بهذه العلاقة العهدية اللي بتديني وبتشكل الهوية بتاعتي وتخليني أعرف أنا عايش ليه وعايش لمين. الحاجة التانية، إنجاز الماضي في حياة شعب إسرائيل ما كانش مبني على مدى أمانة شعب إسرائيل تجاه هذا العهد، لأن شعب إسرائيل ما كانش أمين. لكن إنجاز الماضي في حياة شعب إسرائيل كان مرتبط في الأساس بأمانة الله نفسه تجاه هذا العهد. الموضوع مش مرتبط بأمانتي أنا، لكن الموضوع مرتبط بأمانة مين؟ بأمانة الله نفسه. وده اللي بيضمن أي إنجاز في حياتي وحياتك. يقول لهم كده يشوع في عدد 14: وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. ليه لم تسقط كلمة؟ لأن هو أمين، مش أنا. الموضوع مش مرتبط بأمانتي أنا، مرتبط بأمانته هو. أمانة الله مش بس بتضمن انتصار الماضي، لكن أمانة الله تعطينا يقين وثقة من جهة الحاضر. يمكن يكون الحاضر بتاعي وبتاعك صعب، يمكن يكون الحاضر مليان بمشاكل وضغوط، يمكن يكون المستقبل ضبابي ومش قادرين نشوفه، لكن أقدر أشجع كل واحد من حضراتكم: انظر إلى الحاضر وانظر إلى المستقبل من منظور أمانة الله في الماضي. كلنا مش عارفين نقرأ الأحداث اللي بتحصل، كلنا مش عارفين السكة رايحة لفين أو إحنا رايحين لفين، وكلنا بنعيش حالة اضطراب بشكل أو بآخر، سواء على مستوى أسرنا أو على مستوى أشغالنا أو على مستوى البيزنس بتاعنا. بس أشجع نفسي وأشجع كل واحد من حضراتكم: انظر إلى الحاضر والمستقبل بعيون أمانة الله في الماضي، لأن أمانة الله هي التي تحيط بأمانتنا، مش أمانتنا هي اللي بتحيط بأمانة الله. أنا قبل كده حكيت القصة دي في الكنيسة. أنا دايماً أنا وإياد ابني عندنا اختلاف مع بعض. هو عنده 5 سنين، الاختلاف اللي بينه وبينه إنه إحنا نازلين على السلم مين يمسك إيد التاني. ده الخناقة اللي بتدور على السلم. عشان كده واحد بيتحاشى ينزل سلم. ليه؟ هو مصر يعمل ايه؟ يمسك ايدي. وانا مصر اعمل ايه؟ امسك ايده. طب ايه الفرق بين مسكه ايده لايدي ومسكه ايدي لايده؟ فرق كبير. هو لو مسك ايدي هيمسك طرف ايدي، لان كف ايده ايه؟ كف ايده صغير. لكن انا لو مسكت ايده، ايدي هتعمل ايه؟ هتمسك كل ايده. هو لو مسك ايدي عزمه ضعيف، انا لو مسكت ايده عزمي اشد من عزمه. هكذا تكون امانه الله. امانه الله هي التي تحيط بامانتنا، وليست امانتنا هي التي تحيط بامانه الله. مرات كثيره بنتخيل اني امانتي هي اللي بتحيط امانه الله، عشان كده سهل اقع، سهل اشوف ان الحاضر مؤلم، وسهل أن نشوف المستقبل ضبابي. لكن عندما تحيط أمانة الله بأمانتنا، نرى الحاضر المؤلم ونرى المستقبل الضبابي من منظور هذه الأمانة التي تحيط بأمانتنا. انتصارات الماضي في حياتي وحياتك مرتبطة بعلاقة العهد اللي بيننا وبينه. انتصارات الماضي في حياتي وحياتك
انتصارات مرتبطة بأمانته هو تجاه هذا العهد. حاجة الثالثة، انتصارات يهوى شخصيا هو اللي كان بيحارب عن الشعب. فيقول كده ان يشوع يقدم لنا يهوى في صورة المحارب، فيقول لهم كده في عدد ثلاثة: لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. الرب إلهكم هو المحارب عنكم. في عدد عشرة يقولون كده: رجل واحد منكم يطرد ألفا. ليه؟ لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. وده اللي بيضمن مش بس الماضي، ده اللي بيضمن الواقع اللي احنا عايشين فيه، ده اللي بيضمن الزمن الصعب اللي احنا متألمين منه، ده اللي بيخلينا نرفع عينينا للحاضر وللمستقبل وانا مش خايف. ليه؟ لانه الرب إلهكم هو المحارب، هو المحارب عنكم. فكرني بكلمات الترنيمة: يخرج للحرب يسحق الأعداء، من مثله جبار في القتال. شجع كل واحد من حضراتكم وأنا معاكم في الوقت الصعب اللي احنا بنكتاس فيه، هو المحارب عنا. لو في شغلك مضغوط، لو مديرك كاتم على نفسك، لو شاعر بتهديد في حياتك، تأكد الرب هو المحارب، هو المحارب عنك. طب السؤال النهاردة يفرق معنا إيه الكلام ده؟ إيه الرسالة اللي ممكن نتشجع بيها ككنيسة؟ الحقيقة إحنا ككنيسة مدعوين إن إحنا نتحلى في ضوء الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد والعالم، نتحلى بنظرتين. النظرة الأولى هي نظرة امتنان وشكر من جهة الماضي بكل إنجازاته، بكل إحساناته، بكل انتصاراته. إحنا محتاجين ككنيسة نرفع عينينا في امتنان وشكر على كل اللي حصل في الماضي، ونكون واخدين بالنا إن كل اللي إحنا عملناه في الماضي من بركات وانتصارات وإنجازات ما كانش مرتبط بشطرتي وشطرتك، لكن كان مرتبط بإني معي إله أمين طول الرحلة كان معين لينا. رقم واحد، نتحلى بنظرة امتنان وشكر، لكن كمان دعوة للكنيسة إن هي تتحلى بنظرة إيمان وتفاؤل وثقة من جهة الحاضر والمستقبل. ليه؟ لأن الرب هو المحارب عنا. شعب إسرائيل كان متخيل إنه هو اللي بيحارب عن الرب، لكن الرب يقول له إيه؟ لا، ما تنساش نفسك، أنت مش بتحارب عني، أنا مش محتاج حد يحارب عني، ده أنا اللي بحارب، أنا اللي بحارب عنك، معك إله يحارب عنك. عشان كده ارفع عينك للحاضر والمستقبل بثقة، بإيمان، بيقين، بإيمان الشباب، معك هذا الإله. فمعي راع أمين ماسك يد اليمين، فيه لي راحة وسلام. الماضي وإنجازاته، لكن أتنقل للفكرة الثانية، هي الحاضر والتزاماته. فرحنا بالماضي واللي بيعمله ربنا في حياتنا، طب هنعيش إزاي دلوقتي؟ الحاضر والتزاماته، الفكرة دي بنشوفها في الأعداد من 6 ل 11. لو منروح كده نحاول نقرأ الجزء ده. يشوع في خطابه الوداعي بيقدم التزامين، بيطلب من شعب إسرائيل إن هم يلتزموا بيهم. ليه؟ عشان إنجازات الماضي تستمر في الحاضر، ودي نفس الالتزامات اللي احنا ككنيسة مدعوين ان احنا نلتزم بيها في الوقت الحالي. الحقيقة انا هرجع للفيديو اللي اتعرض قبل الخدمة قبل ما اتكلم عن الالتزامين دولا. زي ما سمعنا في الفيديو انه كنيسة الإنجيلية في نهاية شهر أكتوبر من كل سنة في كل العالم بتحتفل بعيد الإصلاح الإنجيلي اللي حصل في القرن 16. عيد الإصلاح الإنجيلي قام على 5 مبادئ أساسية كانوا ظاهرين على الشاشة من شوية. الحقيقة مبدأ من مبادئ الإصلاح الإنجيلي، واحد من مبادئ الخمسة، هو الكتاب المقدس وحده، سولا سكريبتورا،
الكتاب المقدس وحده. الحقيقة المبدأ ده الكتاب المقدس وحده هو متماشي مع أول التزام بيقدمه يشوع لشعب إسرائيل، ونفس الالتزام ده اللي متقدم للكنيسة النهاردة، الكتاب المقدس وحده. الالتزام اللي بيقدمه يشوع هو التزام الإخلاص للكلمة المقدسة، التزام الإخلاص للكلمة المقدسة. في عدد 6 يقول كده يشوع للشعب: فتشددوا جداً لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في شريعة موسى. الكتاب المقدس في الوقت ده، شريعة موسى بالنسبة ليشوع هي الكتاب المقدس في الوقت ده. فبيقول لهم أول التزام إخلاص للكلمة المقدسة: فتشددوا جداً لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يميناً أو شمالاً. على فكرة الالتزام ده اللي بيقوله يشوع للشعب هو نفس الالتزام اللي الله قاله ليشوع في بداية توليه قيادة شعب إسرائيل، وكأن يشوع اللي تقاله واللي عمله هو كمان بيعمل إيه؟ بيوصي بيه. في يشوع 1:7 الله يقول ليشوع الكلمات دي: إنما كن متشدداً وتشجع جداً لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يميناً ولا شمال، لكي تفلح حيثما تذهب. وكأنه يشوع بيكتر الخبرة الحياتية اللي هو عاشها. يشوع اتوصى بنفس الوصية، ومش بس اتوصى بيها، عاشها طوال 110 سنة. وفي نهاية 110 سنة بيقدم خلاصة اختباره الشخصي في العلاقة بالكلمة المقدسة لمين؟ للشعب. ودي قمة المصداقية. قمة المصداقية إن إحنا لما نوصي الناس بحاجة أكون أنا مختبرها. قمة المصداقية إن لما أكلم الناس عن حاجة أكون أنا عايشها. وده اللي حصل في حياة يشوع. نفس اللي اختبره يشوع في علاقته بالكلمة هو نفس اللي قاله يشوع في الالتزام لشعب إسرائيل. يشوع يقول للشعب لتحفظوا وتعملوا إيه؟ وتعملوا. والالتزام ده كأنه التزام مزدوج لشقين. الشق الأول نحفظ، أي نشبع بالكلمة. لما بنعمل الماراثون، واحد من أهداف الماراثون إنه الكلمة ما تكونش على هامش حياتي، لكن الكلمة تكون إيه؟ تكون مركز حياتي. زي ما الكلمة هي مركز العبادة، الكلمة هي مركز الحياة. فيقول لهم نشبع بالكلمة لتحفظوا لتشبعوا. لكن يرجع ويقول الالتزام الثاني في الازدواج ده انه وتعملوا. وكأنه نحفظها لكن نكتر هذه الكلمة في العلاقات وفي التعاملات اللي بيننا ومن بعض. من فترة كنت بتكلم أنا والشيخ يسري مع بعض إنه أي مؤسسة، سواء المؤسسة دي كانت مؤسسة دينية أو مؤسسة مجتمعية، أي مؤسسة بيكون ليها رؤية وليها إيه؟ رسالة. بس هو لفت نظري لحاجة مهمة، قال لي مش بس المؤسسات ليها رؤية ورسالة، لكن المؤسسات بيبقى ليها رؤية ورسالة وحوكمة. طبعاً أنا عادت هرشت في دماغي حوكمة إيه؟ يعني إيه حوكمة؟ يعني المؤسسة الدينية يعني إيه يبقى ليها حوكمة؟ شرح لي قال لي الحوكمة هي المبادئ الحاكمة اللي بتضمن أي مؤسسة سواء كانت دينية أو غير دينية لا تحيد عن الرسالة بتاعتها والرؤية بتاعتها لا شمال ولا يمين. بالضبط كده لو أنا معايا عربية وماشي ما بين رصيفين، الرصيفين دول مش دورهم إن هم يخنقوا عليا في الطريق، لا، الرصيفين دول دورهم ان هم ما يخلوش العربيه لا تروح شمال ولا تروح يمين. هذه فكره الحوكمه. هكذا تكون الكلمه المقدسه في حياتنا. الكلمه المقدسه في حياتنا مركزيتها معناها ان تبقى عامله زي الرصيفين اللي يساعدوني ان انا لا احيد عن الكلمه او لا احيد في حياتي وعن رسالتي وعن رؤيتي لا يمين ولا
ولا شمال. وده يحطني قدام تساؤل مهم جدا. إذا كنا ككنيسة واحد من مبادئها الأساسية في الإصلاح الكلمة الكتاب المقدس وحده، ما هو موقع الكتاب المقدس في حياتي؟ الإجابة في النيش، صح؟ فين موقع الكتاب المقدس في حياتي؟ على ترابيزة السفرة، عشان الناس لما تدخل لو زارنا قسيس وحب يقرأ نلاقي له إيه؟ كتاب. حقيقة ده تحدي مهم جدا. ما هو موقع الكلمة في حياتنا؟ هل الكلمة في حياتنا بتمثل المبادئ الحاكمة لحياتي؟ ولا أنا بحتكم لإيه؟ في ظل عالم أصبح يعني الكمبروميز هو الأساس في كل حاجة، هل عندي حاجة أقدر أحتكم ليها وأنا بفكر وأنا بعيش؟ هل عندي حاجة أقدر أحتكم ليها في خدمتي، في علاقاتي، في بيتي؟ ولا في حاجات تانية هي اللي بتتحكم في حياتي؟ يشوع يحطنا قدام التزام مهم جداً لتحفظه وتعمله، لتصبح الكلمة مركز حياتنا، حتى نستطيع أن نختبر أمانة الله في الحاضر، حتى نستطيع أن نعيش انتصارات الماضي في حياتنا، لابد أن تكون الكلمة هي مركز حياتي زي ما هي مركز عبادتي، لتحفظه وتعمله. التزام الثاني والأخير اللي هختم معاكم بيه هو التزام الولاء للإله. التزام الولاء للإله، والالتزام ده بيشير لمبدأ آخر من مبادئ الإصلاح الإنجيلي، وهو يسوع المسيح وحده. إحنا كلمة وحده ده كلمة أساسية في الإصلاح الإنجيلي، النعمة وحدها، الإيمان وحده، الكتاب المقدس وحده، يسوع المسيح، يسوع المسيح وحده. التزام ولائنا للإله اللي هو مركز حياتي، يقول كده في عدد 7: حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، قول لهم إيه؟ ولا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها. ولائك لمين؟ ولائي ليهوى. لو ولائك ليهوى ده بيحط عليك التزام، لا تذكر اسم آلهة الشعوب، لا تحلف بآلهة الشعوب، لا تعبد ولا تسجد لآلهة الشعوب. هنا بنشوف انه في ارتباط وثيق ما بين الالتزام الأول والالتزام الثاني، في ارتباط وثيق ما بين إخلاصي للكلمة وولائي للإله. بمعنى إخلاصي للكلمة هو نابع في الأساس من ولائي للإله اللي بتعلن عنه هذه الكلمة، فالالتزامين مرتبطين مع بعض. إخلاصي لهذه الكلمة هو نابع من ولائي للإله، مركز الكلمة شخص يسوع المسيح. على الجنب الثاني، ولائي للإله يقود إلى إخلاصي للكلمة التي تعلن عن هذا الإله. العلاقة وثيقة، لا يمكن أن نخلص للكلمة المكتوبة دون أن يكون لدينا ولاء للكلمة الأزلي شخص يسوع المسيح، والعكس صحيح. لا يمكن أن يكون لدينا ولاء للكلمة الأزلي إن لم يكن لدينا إخلاص للكلمة المكتوبة التي تعلن عن هذا الكلمة الأزلي، الكتاب المقدس وحده، يسوع وحده. شعب إسرائيل في الوقت ده كان بيمر بضغوط كبيرة جدا، يمكن شبه الضغوط اللي احنا بنمر بيها وأكبر وأكتر، لأنهم كانوا عايشين في وسط شعوب وثنية وأممية، فوارد إن هم يدخلوا في علاقات مع هذه الشعوب. عشان كده يشوع يقول لهم إنه حافظوا على هويتكم، خلي بالكم من هويتكم. وهرجع للهوية اللي بتكلم إنه علاقة العهد اللي بيني وبين شخص يسوع هي اللي بتشكل الهوية بتاعتي، وهي اللي بتخليني أدور إن أنا أحافظ على الهوية بتاعتي. يشوع بيحذر شعب إسرائيل إنه العلاقات الغير مدروسة تقود إلى عبادة غير صحيحة، وده في حياة الكنيسة. علاقات غير مدروسة
تجعل الكلمة ليست هي المركز، تجعل يسوع مش هو ولائي أنا لي، تقود إلى عبادة غير صحيحة. يا ترى ولائنا لمين؟ في ظل مجتمع استهلاكي، في ظل مجتمع وسوشيال ميديا طول الوقت بتضغط علينا، يا ترى لو فكل واحد قعد دقيقة مع نفسه اسماً، إحنا ولائنا ليسوع فعلاً، هتلاقي ممكن ولائي للفلوس، وأوجد لنفسي مبرر أنا عايز أأمن مستقبل ولادي اسماً، ولائي ليسوع فعلاً، ولائي للعلاقات، ولائي للشغل. عشان كده مهم جداً إنه مبادئ الإصلاح الإنجيلي تدعونا إلى فحص النفس. إحنا بيسمونا الفكر مش المصلح، الفكر المصلح، يعني إيه؟ يصلح نفسه باستمرار. فدعوة إحنا نفكر في نفسنا، ولائي لمين، وإخلاصي لمين، والتزامي بإيه، وإيه القيم الحاكمة في حياتي. أخيرا، نحمي نفسنا إزاي؟ إيه اللي نقدر نعمله؟ يشوع يحط لشعب إسرائيل الحل في عدد 8، يقول لهم كده: ولكن، هو ده الحل، ما بعد ولكن تيجي نتيجة أو الحل النهائي: إلصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. في حاجات كتيرة بتحاول تبعدنا، في حاجات كتيرة مش عايزة تخلينا ندخل في هذه العلاقة العهدية اللي يبقى فيها ملتصقين. لكن دعوة الله لينا النهاردة: إلصقوا بالرب إلهكم، إلصقوا، لوزوا به، إلجأوا إليه، اقتربوا منه. نفسي نقول زي ما قال أساف في مزموره في 73: أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. عشان كده شجع كل واحد فينا في دقائق وإحنا بنصلي، فكر في مدى إخلاصك للكلمة، فكر في مدى ولائك للرب، فكر بمدى التصاقك بيسوع. تعالوا في الدقائق دي نسكب قلوبنا، فكر في الثلاث حاجات دول في وسط، في ظل مجتمع بينال من إيماننا، في ظل مجتمع بيسلب رجاؤنا، في ظل مجتمع لا يضع لمشاعرنا اعتبار، في ظل ظروف بتضغط علينا وبتجعل من إيماننا كأننا نقف في مهب الريح، قول يا رب أنا جاي أختبر إخلاصي لكلمتك، ولائي ليك، التصاقي بيسوع. أنا بشجع كل واحد وواحدة من حضراتكم الثلاث حاجات دول أفكر فيهم، وأقول له كده: اختبرني يا الله واعرف قلبي، وانظر إن كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.